نائب السابق العام أحمد السعدون رئيس مجلس المؤسسة السابق لما قال المؤتمر هو الهدف منه أن تعالوا عطوا الأراضي للشركة القطاع الخاص وبالتالي يلا أنتوا القطاع الخاص، كان نوع من يعني خلينا نقول يعني كيكة للتجار. أنا ما أبي أدخل بالنوايا، قد يكون كلامه في جزء من الصحة، لكن أنا أقول العتب شغلة واحدة أو القصور بمعنى أصح بشغلة واحدة، أنا ليش ما يعني دعيتوا البلدية تشارك معاكم؟ بلدية؟ أي البلدية مسؤولة عن كثير من الأراضي بالكويت، كل أراضي عند البلدية والمجلس البلدي، ليش ما اشترك أيضا في هذا المؤتمر؟ وكان هناك نية بأن والله أنتوا مساهمين، وكانت هناك زيارة لرئيس المجلس البلدي، وأيضا دعاهم بأن يكونون جزء من حل المشكلة الإسكانية. لماذا لم ليش يعني هذا الاستبعاد الإخوان في المجلس البلدي؟ هذا القصور اللي أشوفه، لكن بالنهاية هو جهد يشكرون عليه. شنو تفسيرك استبعاد مجلس البلدي؟ ما أدري والله، يمكن يعني التوجه لمجموعة معينة وترك أصحاب القرار في مكان ثاني، هذا وارد وارد. ما غير واضحة الجملة، توجه لأي صوب يعني فيصل؟ الحين اللي مسوينا مجموعة دلالوة المشاركين في هذا المؤتمر مع المجلس اللي عرفناه، وبالتالي يعني الإهمال يعني أو القصور اللي صار غير مبرر. أوكي، يعني أيضا في قضية ما هي، هل القضية متعلقة بقضية التجار؟ يعني إذا تحققت مصالحهم بالتالي راح نشهد حل القضية الإسكانية، تحرير الأراضي وغيره، خاصة اليوم قاعد يتكلمون على أسعار ارتفاع الجنوني أسعار العقار في احتكار، لكن البعض يقول لك لا والله هذه القضية مرتبطة بالدولة، لأن الدولة بيدها الأراضي. والله الدولة عندها أراضي مو مستغل منها في الكويت أعتقد 5% أقل قليل زيادة قليل، يعني عندنا 95% أو 93% بالكثير أرض فضاء في الكويت تسوي بدال مدينة الكويت والأحمدي والجهرة والقرين وجميع المحافظات كثرها 50 مرة. ما يبون يحلونها. شو السبب يعني؟ ما يبون يلهون الناس. هل يبون إلهاء الناس بالبس كان؟ أي نعم، كل من لاهي في قضية ارتفاع الأجارات الخطير، واللي مو محصل له بيت، واللي ينطر متى يجي دوره، وينشغلوا للعالم. هذه قضية واضح انها مدبرة، ولا عطني مبرر للي قاعد يصير. الناس كلها تصيح في الكويت وهذا يلعب مكسمخ. من تقد الإدارة واخروا عن الحكومة، خلتي حكومة ثانية، خلتي حكومة تشتغل. أما قاعدة كذي تكشخ بمشوت ما ينفع ويانا، يا تشتغلون يا تبتعدون. ترى الكويتيين ملوا، هذه الرسالة لازم إذا ما وصلتكم لازم توصلكم. لمن توجهها؟ للسلطة التنفيذية طبعا، حكومة. أوكي.